أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مراسلون الذي نصحبكم خلاله في جولة على أبرز القصص الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية برفقة مراسلين من الميدان. قدمت جمعية ماري لأجل الأشخاص مع إعاقة عرضاً احتفالياً في قاعة القصر الثقافي في معلود ترشيحة لإنتاجها الفني لمسرحية موقف باص بحضور المئات من مختلف البلدات العربية، وتعرض موقف باص قصص الكفاح اليومي لشخصيات من ذوي الاحتياجات الخاصة للتأكيد على أن الإعاقة تحد وليست عائقاً أمام الإرادة. ويأمل المشاركون في هذه المسرحية أن تصل صرخة ذوي الاحتياجات الخاصة للجميع، فهي صرخة ممزوجة بالإرادة والإصرار لتحقيق الأحلام المغموسة بالتحديات. بيان حجرات حضرت المسرحية وعادت إلينا بهذا التقرير. عم يصرعوا بحياتهم من يوم ما ولدوا. موقف باص هي مسرحية اللي أعطت المجال لأصحاب الإعاقات من جمعيتنا إنه يقدموا مشروع اسمه مشروع فني مسرحي اسمه موقف باص. يعني إحنا سمحنا لهن إنه ييجوا ويعبروا عن حياتهن، عن قصصهن، عن شو هن بمرقوا من خلال المسرح والفن. الحمد لله الرسالة قاعد عم توصل، والصوت رح يطلع الآن في المسرح لما هني رح يقولوا إحنا موجودين، إحنا على الخريطة، إحنا منقدر نمثل، إحنا منقدر نعمل عمل فني مسرحي. يعني بدي أقولك لحد مبارح بالليل صاروا يقولوا أنا ممثل أنا ممثل، قلت لهم لا، أنتوا أعضاء جمعية ماري اشتركتوا في مشروع فني حتى تمثلوا في هذا المشروع، وكانوا هالقد مبسوطين وحماسهن رهيب. الرسالة كانت واضحة لكل من حضر، بس بكبير انه الرسالة هاي صريحة، حقها تندمج، حقها تكون جزء فعال في هذا المجتمع، حقها تأخذ فرصتها، وممنوع ولا بأي شكل نهمش هاي الشريعة. تعبنا بفرح، كان في حماس لهاي اللحظة، كنت متوقع هاي ردة الفعل الكثير كثير حلوة من الجمهور. إذا بتشوف الجمهور كيف مبسوط وحس وصلت له الرسالة بتفهم شو حجم الإنجاز اللي احنا عملناه. أنا أول إشي متأثرة بالعدد الجمهور اللي كان، يعني هذا الإشي بيفرق القلب. رسالتها احنا بدنا نعطي توعية للمجتمع وموقف باص إنه المجتمع يوقف يفكر من هدول الأشخاص إنه بعيشوا بقصص يومية وعندهم تحديات وكفاح، وإني جايين يفرجوا العالم إنه احنا مش مهمشين، احنا بنقدر نعمل، بنقدر ننجز. إثبات إنه إحنا اليوم وقفنا عمصرة قدام جمهور وأعطينا كل ما عنا، الجمهور يسمعنا من أحلام وقصص. لأول مرة هو مزبوط، إحنا المزبوط حبينا نشارك لأول مرة لأنه إحنا بدنا الناس تعرفنا وتكرمنا زينا زي غيرنا. رسالتي إنه نظهر حالنا ومين إحنا ونعرف الناس حالنا وإنه إحنا كمان منقدر.
عملية اغتيال وحشية وقعت في 25 من تشرين الثاني من عام 1960 لثلاث شقيقات هن باتريسيا وماريا وأنطونيا. قررنا ألا يصمتنا عن الظلم ويقفنا في وجه دكتاتور الدومينيكان آنذاك ليغادرن الحياة تاركات رحيق الحرية للأخريات. انطلاقا من هذه الواقعة شاركت نساء من قطاع غزة في حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين تحت شعار الحماية مسار مش شعار، والتي تدعو في إطارها العام إلى اتخاذ إجراءات محلية وعالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وزيادة الوعي حوله وتحفيز جهود الدعوة لإنهائه من خلال تبادل المعرفة والابتكار. أريج الشوى كانت حاضرة في هذه الحملة التي نظمها مركز شؤون المرأة في قطاع غزة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. اليوم بدنا نحكي عن سبب تسمية الحملة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. في عام 1960 حيث كان شخص اسمه رافائيل تروخيو. رافائيل تروخيو يعتبر من أكثر الشخصيات التاريخية ديكتاتورية وهمجية وشراسة. وفي يوم من الأيام وخلال أمسية عامة تم دعوة فيها رجال العامة ورجال السياسة والرجال من الطبقات الاجتماعية المختلفة، حاول رافائيل تروخيو التحرش بأحد الفتيات الحاضرات. حفل إطلاق حملة 16 يوماً المشتركة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين، حملة ينظمها مركز شؤون المرأة في مدينة غزة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم إطلاق هاشتاج الحماية مسار مش شعار. لكن الفكرة إنه هالبنت كانت قد حالها وقوية وما سمحت له إنه يقوم معها بأي تجاوز، بل على العكس، في هذيك الليلة رافائيل تروخيو دكتاتور جمهورية الدومينيكان تلقى من هاي الفتاة صفعة تاريخية أمام جميع الحضور والجمهور. لكن زي ما إحنا بنشوف صورتها اسمها مينيريا، الأخت الموجودة بالوسط، وهي أحد ثلاث أخوات اسم الأخوات ميرابال. ولسوء حظ الدكتاتور إنه هدول الأخوات أساساً كانوا من المناهضات لسياسته، كانوا ناشطات سياسيات وأيضاً مناهضات لنظام حكم رافائيل تروخيو الدكتاتوري. هذه الحملة جاءت كإحياء للذكرى الأليمة للأخوات ميرابال اللي تم قتلهم على يد دكتاتور جمهورية الدومينيكان رافائيل تروخيو. فإحنا في كل عام مش عم نحتفل، عم نحيي هاي الذكرى الأليمة والشنيعة لاضطهاد المرأة ولمنع العنف ضد المرأة، خاصة إنه هدول الفتيات كانوا ناشطات سياسيات يعني وشخصيات مؤثرة في المجتمع. فإحنا بدنا نمنع فكرة إنه كل شخص له كلمة أو كل امرأة لها كلمة بيتم معاداتها ومحاربتها. مش بس هيك، على إثر هالحادثة قاموا بحركة 14 من حزيران. في يوم من الأيام تم استدعاء الثلاث أخوات ميرابال واعتقالهم وأيضا اعتقال أزواجهم. مش بس هيك، قام بإلقاء عليهم أشد أنواع التعذيب والتنكيل. لكن الغريب في القصة أنه بعد فترة قام بإطلاق سراح الثلاث أخوات ميرابال، ولكن أبقى على أزواجهم معتقلين في الأسر. وبعد فترة قام بدعوة الأخوات ميرابال لزيارة أزواجهم المعتقلين السياسيين في المعتقلات، وكانت المفاجأة. يعني احنا خلينا نقول انه هو المفروض هذا سنويا يتم التذكير بان هناك عنف ضد النساء وعلينا ان نواجهه، وهذه الحملة تتكثف فيها الانشطة لمناهضة العنف، تعلو المطالبات فيها. ولكن لا يعني هذا اننا فقط نناهض العنف خلال 16 يوم، بل اننا نناهض العنف طوال السنة من خلال المؤسسات النسوية ومن خلال مدافعات عن حقوق النساء. في طريق العودة اعترض طريق السيارة تبعت الأخوات ميرابال بالإضافة للسائق تبعهم قطاع طرق، طبعا كانوا بإيعاز من الدكتاتور رافائيل تروخيو. وفي هاي اللحظة أنزلوهم من السيارة ونزلوا عليهم ضرب بالهروات حتى الموت التام بالإضافة للسائق، ثم عادوا جثثهم إلى السيارة وألقوا السيارة من مكان مرتفع إلى منطقة سحيقة. ظل العالم يتذكر هاي التجربة الشنيعة وهاي الحادثة البشعة كتير، وظلت في أذهان الناس خاصة في منطقة البحر الكاريبي اللي هي المنطقة اللي صارت فيها الحادثة في جمهورية الدومينيكان.
نحن كمؤسسات نسوية ومدافعات عن حقوق النساء بالرغم من ما نتعرض له أيضا من عنف وتنمر من قبل المناهضين لإشراك النساء في الفضاء العام، والرغبة في أن تستمر النساء تدور في حلقتهم الخاصة وتابعة، أن تكون مرأة تابعة. ولذلك نحن نحاول أن نناضل من معا كي نوقف هذا العنف وكي نمكن النساء ونحميهن. وشعار الحملة السنة هذه الحماية مسار وليست شعار. هذا الشيء اللي أدى لأول فعالية في عام 1981 من قبل مجموعة من النساء في كولومبيا، قاموا بدعوة 500 امرأة من حول العالم بمثل 50 منظمة غير حكومية، وهذا طبعا بهدف إنشاء كيان نسوي حتى يدافعوا ويناهضوا العنف ضد المرأة. وأيضا دعوا المنظمات والحكومات لحتى يكون يوم الذكرى الأليمة اللي هو 25 من نوفمبر تشرين الثاني هو يوم يقام فيه الفعاليات من كل عام. مش بس هيك، أيضا استمرار الحملة لمدة 16 يوم حتى تتلاقى مع اليوم العاشر من ديسمبر اللي هو يعتبر يوم ميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مشاركتي جاءت لتعريف الناس عن يوم 25 من نوفمبر تشرين الثاني وليش تم تسمية الحملة حملة 16 يوم، يعني ليش 16 يوم بالضبط. نبسطها للناس شوية على شكل حكاية بحيث أنه نعمل تسلسل تاريخي على شكل حكواتي وقصص حتى ترسخ المعلومات في عقول الناس بشكل أكبر. طبعا جاءت مشاركتي بهدف تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة لأنه بنسمع كتير بجرائم وبازدياد معدلات العنف، فليش تم اختراع هذا المصطلح بالذات وشو القصة وراءه وليش تم تسميته بهذا الاسم أصلا حتى نصل في النهاية لمجتمع خالي من العنف يتعامل مع الجميع بتوازن وعقلانية وأيضا الكل يكون عارف في حقوقه وواجباته. في عام 1999 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رسمي باعتبار يوم 25 من نوفمبر تشرين الثاني هو يوم بدء حملات تدشين فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة واستمرار الحملة ل 16 يوم حتى الوصول لليوم العاشر من ديسمبر اللي هو يعتبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان. يبحث عرض حين يتذكر الجسد في اضطراب ما بعد النكبة وتأثيره العابر للأجيال، كأنه أشبه بعدوى يعشش على أسطح أجسادنا كاضطرابات نفسية وجسدية. ما هو شعور الجهاز العصبي بعد لحظة الصدمة؟ وما هو شعور جهاز التنفس والدورة الدموية وقنوات الهضم والمفاصل والعمود الفقري؟ وما علاقة هذا كله مع حوار العقل والنفس والروح والحدس والغريزة والطاقة؟ كل ذلك تجسد في مسرحية بادرت إليها فرقة للرقص الفني والمعاصر. قمر مناصرة كانت هناك وتحدثت مع القائمين والحضور الذين أبدوا تعطشهم لهذا النوع من الفن الراقي. العرض اللي هو مميز، مميز بفكر كمان من ناحية الموضوع اللي بتناول كل قضية الصدمة ما بعد النكبة، ونفس الوقت هي بتتناوله بطريقة فنية جدا خاصة ومميزة من خلال طبعا التعبير الراقص زي ما سمته يعني إنه حديث الجسد، يعني وحين يتذكر الجسد. من ناحية الأهمية بفكر إنه في أهمية إنه طبعا إحنا نكثف يعني من العروض الفنية، لأنه من خلال الفن هو لغة لكل إنسان يعني ممكن يتماهى معها يتواصل معها يفهمها ويحبها كمان، ومن خلالها ممكن نمرر كتير يعني من الرسائل سواء كانت يعني الرسائل الاجتماعية الثقافية. بس بالأساس أنا بفكر وبآمن إنه يعني الفن رسالة سامية وما في أجمل من الفن، فن لأجل الفن، إنه نوصل رسالة الفن الراقي. تعاملنا مع موضوع الصدمة، الاضطراب ما بعد صدمة النكبة وكيف بتأثر علينا وإنعكاساتها على الجيل الأول والثاني والثالث.
كل موضوع الصدمة وكيف إحنا جيل أجدادنا مرقوا النكبة، كيف نقلوا لنا هاي الصدمة وكيف إحنا عم ننقلها للأجيال اللي جاي، إيش كتير كان دايما مثير لإلي. كيف إحنا منتعامل مع هذا الألم، وين بيروح هذا الألم، كيف بيظهر بحياتنا اليومية، كيف بيأثر على جسدنا. فهون في عمليا حوار بين الجسد والروح، بين الجسد والإحساس، كيف هذا الجسد بيأثر على نفسيتنا وكيف نفسيتنا بتأثر على الجسد. فن الواقع في المجتمع العربي اليوم هو مش سهل، يعني احنا بنحكي عن الفن التقليدي اللي هو مش سهل اليوم، اللي هو الفن التشكيلي والمسرح وكذا. فالانتقال للفن الواقع من الفن التقليدي اللي هو مش كثير في له ادراك مش سهل، بس بفكر ان هاي خطوه جريئه، يعني انه الناس يتعودوا عليها يجوا عليها مشان كمان يشاركوا في المستقبل، لأن الناس متعودين على أشياء اللي تقليدية مسرحية ومش عارف إيش وكذا، بس اللي بتعمله شادن هنا هو غير تقليدي وبده الناس تفهمه مشان تقدر تحبه يعني. فأنا بقول إنه عمل جريء وبده تشجيع ولازم نشجع. حقيقة تقدم فن راقي مختلف جديد، لها أسلوبها اللي بتتميز فيه من زمان، وأسلوبها يعني جدا خاص وراقي، والحلو إنه هي ولا مرة غيرت ولا مرة إنه حاولت تمشي بتيار مختلف. التيار اللي ماشي فيه مميز لإلها، والفن اللي بتعرضه هو فن جدا راقي وحلو. إحنا دائما نستمتع بالعروض اللي بتعملها، ويعني نحس حالنا عم نعيش تجربة اللي ولا مرة منشوفهاش محل تاني. إحنا بحاجة للفن وبحاجة للرياضة وبحاجة لكل النشاطات هاي الاجتماعية اللي بتلهينا عن العنف وعن يعني الشغلات السيئة والسلبية. يعني مفروض يكون عندنا طاقات إيجابية، ونتأمل مجتمعنا يكتروا متابعين هذا الفن. يعني حبيت أني أجي عشان أشوف كيف كانوا يعيشوا بفلسطين، وأشوف كيف رح يكون بالرقص الإشي اللي بحبه، يعني كيف أنا بحب. في ظل استمرار حوادث الطرق وسقوط وفيات خلالها، عقد مؤتمر للتوعية بحوادث الطرق في مدرسة أبو تلول في النقب، ويهدف المؤتمر في رفع الوعي لدى المواطن وزيادة حرصه على سلامته وسلامة الآخرين، وتحفيز الجهات الحكومية على تعزيز دورها والحرص على مصلحة وسلامة المواطن. وناشد المشاركون بالالتزام بقواعد السلامة المرورية وحفظ النظام في الطريق العام، وطالب المشاركون بالمحافظة على السلوكيات الصحيحة في الشارع، سواء الالتزام باحترام حقوق الغير والمحافظة على شعورهم، والالتزام بإشارات وتعليمات وقواعد المرور، والسير على الأرصفة وترك الشوارع للمركبات، وعدم قطع الشوارع إلا من الأماكن المحددة، والانتباه جيدا أثناء الوجود في الشارع. ياسر العقبي حضر المؤتمر والتقى ببعض من المشاركين في المؤتمر التوعوي. فقد المجتمع العربي البدوي في النقب العشرات من الشبان في السنوات الأخيرة،
تحديداً بين 2019 وحتى 2021 قتل أكثر من 70 شاباً في منطقة النقب لوحدها، عدا العشرات من الإصابات الخطيرة التي بقيت بعضها من المعاقين. هذا المؤتمر جاء لتسليط الضوء على هذه الآفة التي يعاني منها المجتمع العربي عامة وفي النقب خاصة، مع تشديد على التوعية. كنا هنا وعدنا بهذا التقرير. بالتأكيد يعني في هذا المؤتمر يعني نحط النقاط على أن زيادة الوعي عند الأهل وعند أيضا الشباب والشابات في يعني التعامل مع الشارع ومع حركة السير، فبالتالي يعني هناك ثقافة هي التي يعني تحكم وهي التي بالتالي تؤدي إلى نتائج. אפשר להתחיל ממערכת החינוך כמו שאמר מנהל המחוז. אנחנו לקחנו עיריית דימונה, קנתה ניידת של חצי מיליון שקל על חשבון עיריית דימונה כדי להגיע לכל היישובים במגזר הבדואי כדי ללמד אותם איך עוברים מעברי חצייה. להיית התדריסיה וחסת פי אלמדרס אתנוויה דור ראיסי ומרכזי פי תפעיל אלכתיר מן אלפעליית لطلاب الثانويات للحد من هذه الآفة، لأن ما نراه في هذا في الآونة الأخيرة للأسف الشديد حرب على الشوارع. مدير اللواء السيد رامز زهاوي كرس في هذا اللقاء وأيضا دعا جميع مدارس المنطقة أو جميع مدراء المدارس في هذه المنطقة بالعمل من البداية حتى من الصف البستان. نحن نؤيد هذه الأشياء بأن التوعية المرورية والتوعية في الحذر على الطرق وفي التوعية بشكل عام، التوعية في الحذر حتى في البيوت. لا شك أن هذا المؤتمر هي نقطة بداية لكثير من المهام والنقاط التي يمكن أن تثار من أجل طرح مشكلة وطرح معضلة لابد أن كثير من الأرواح قد أزهقت بسببها، كثير من العائلات قد تشتت شملها بين جريح وبين مقعد وبين متوفي. كثير حلو في هذا المؤتمر، كثير استفدت، ومن هالأشياء اللي استفدتها إن ما لازم الواحد يتهور في سواقه، وخاصة إن أغلب الحوادث بتصير بسبب الشباب وعدم وعيهم للظاهرة هذي. كثير تعلمت أشياء ومنهن إن طرق كيف يوعوا الشباب وكيف يحدوا منها انتشار هذه الظاهرة، وخاصة في مجتمعنا البدوي لأن من أكثر المجتمعات اللي الحوادث بتصير عندهم. حيدر أبو قتيش من قرية عمواس المهجرة عام 67 يروي لكاميرا مساواة قصة تهجير أهالي قريته، حيث تعرض قطاع اللطرون كبقية القرى الفلسطينية إلى اجتياح واسع من قبل القوات الإسرائيلية بتاريخ 5 حزيران، واستعملت القوة في هذه القرى الثلاث، وتم طرد المواطنين وتشريدهم عن قراهم ضمن مخطط الترحيل الجماعي المدروس الذي بدأ عام 48. بدأ
الاجتياح الإسرائيلي للقرى الثلاث من ناحية عمواس، وهي الأقرب إلى حدود الهدنة من جهة الغرب. فقام أهالي عمواس بالتوجه إلى بيت المختار لمعرفة ما سيؤول إليه أمرهم، فنصحهم بالذهاب إلى دير اللطلون الذي يقع على بعد 1 كيلومتر من الغرب من القرية والاحتماء به، حيث توجد فيه ملاجئ. ريمح مفيد التقت بحيدر أبو قتيش الذي عاد معها بشريط ذكريات تهجيره من عمواس. وأهالي قرية عمواس كان لهم علاقة مميزة معهم طبعاً، والدور اللي كمان قام فيه الدير في أحداث 67 يعني 67 إحنا لأنه كنا الحارة الأقرب على الدير، وكان متوفر باص بسوق حد من قريبنا، حملونا وجابونا عبوا الباص وجابونا على دير اللطرون، لأنه كان واضح أنه في أمر هدم القرية وإخلاء سكانها موجود من قبل الاحتلال، فطلعونا من الدير وطلعونا انه الاوامر كانت واضحه انه ممنوع تميلوا على بيوتكم، يعني احنا اغلبنا بيوتنا على الشارع الرئيسي كانت، يعني تقدر تميلي تاخذي اللي بدك اياه، ممنوع كان حدا يفوت على بيته او يحمل اي شيء، وضلينا مكملين باتجاه رام الله. يعني المحل الوحيد اللي فكروا فيه للحماية هو دير اللطرون، لأنه أأمن رجال وستات وأطفال وكبار والكل، ودخلونا في قبو الخمارة اللي هو الأكثر أماناً في الدير. وطبعاً أنا بتصور إحداثيات الدير وكل شيء كانت عندهم، يعني هم عارفين شو فيه موجود، بحكي عن الإسرائيليين. عملوا كمان إشي تاني المزبوط إنه أجوا حكوا مع الناس، بالذات لما الإسرائيليين طلبوا منهم يطلعوا السكان اللي عندهم، أجوا وقالوا للناس اللي معها ذهب اللي معه مصاري اللي معه يجيبهم، وعملوا قائمة كل واحد إيش معه، كل واحد شو معه وشو إله وبالاسم، وقالوا لنا هدول إلكم. وهذا الحكي بعد حوالي يمكن 3 أسابيع أو شهر بعد ما كان صار معروف انه خلص ممنوع العودة للقرية وبلشوا الإسرائيليين الهدم في القرية، اجوا الرهبان على رام الله على التجمع الرئيسي يعني للسكان، ورجعوا المصاري، حتى الناس اللي كانوا صاروا طالعين كملوا للأردن وصلوهم مصاريهم او الأغراض الثمينة اللي لهم. لما جابونا في الليل عمليا يعني الباص ما قدر يكمل لانه القصف كان مبلغ، كانوا الدير مفتوحة البوابات، وضلينا داخلين ودخلونا في القبو الخمارة اللي هو وراء البنايات اللي هون، يعني إذا كانت حالة الناس أطفال، انت بتعرفي هاي حالة اللاشعور اللي بتصير، الخوف المصحوب إيش كلمة أكتر من الخوف، يعني الخوف لحاله ما بكفي، إن انتقلت من حالة إلى حالة، يعني من انتقلت من تفكير إنه بدك خلال إنه تاني يوم تفوت تحرر ما ضاع منك قبل 20 سنة، لإنك هلأ أنت تتعرض للي صار لغيرك قبل 20 سنة، فهذا كان رعب. يعني هدول الصور المضبوط هم من صباح 6 حزيران 67، لكن يوم التهجير يوم ما طلعونا من الدير، يعني هم هدول مأخذين وإحنا لسه في طريقنا من هون لعمواس هالجنود. ومن هاي الصورة أنا طلعت صورتي، فجأت بنفسك جوا. آه بالضبط، هذا السائق اللي عمليا، وهذا اللي الحمل اللي رافع الراية، هذا الرافع الراية البيضاء، الجيش قال لهم بتمشوا عشان ما حدش يطلق النار عليكم، ترفعوا عصا وعليها إشي أبيض، بس هي عملياً هاي الطريقة لكسر الناس مش للحفاظ على حياة الناس.
يعني الثروات اللي هناك هذا كانوا بالضبط ورا بيتنا. الشارع اللي موجود حاليا هذا شارع استيطاني، هذا هم بنوه، الشارع الاصلي هذا اللي احنا فيه هذا شارع عمواس رام الله من هون كان. انا دائما بضرب مثل انه لحد اكم من شهر من تحرر مانديلا من السجن ما كان يحلم انه بده يطلع من السجن ويصير رئيس لجنوب افريقيا. فيش شيء ما في. واصلا هذا مش بس هذا املنا، هذا املنا ورعبهم انه هذا يوم من الايام بده يصير. ما في، هذه إلنا. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا من برنامج مراسلون، موعدنا يتجدد الاسبوع المقبل، الى اللقاء.